أم نستطيع القول أننا وصلنا إلى النقطة الحاسمة وهي تشييع الناشطة عائشة نور بعد أكثر من أسبوع من انتظار هذه العائلة؟ نحن الآن نقف أمام منزل وبيت العائلة في هذه البلدة ديدن بولاية آيدن. لعلكم تشاهدون هناك استعدادات كبيرة وكذلك زخم في تواجد الفرق الطبية وكذلك قوات الأمن وكذلك عناصر يعني حماية الأسرة وكذلك دعم الأسري من قبل الدولة، لأن هذه العائلة تحتاج إلى مثل هذا الدعم في هذا الوقت. من المتوقع وصول جثمان الناشطة عائشة نور إلى هذا المنزل؟ هكذا قيل لنا، نحن ننتظر ربما بعد نحو ساعتين من الآن قبل أن تنقل إلى الجامع الرئيسي في البلدة وتوارى الثرى بعد ذلك في مقبرة البلدة قريبا من هنا، وسنواكب ذلك بطبيعة الحال. تشاهدون ربما في أكناف هذا المنزل نشأت عائشة نور، وكان هناك تصريحات للعائلة قبل أيام قليلة من والد عائشة نور أنه دعا إلى ضرورة قيام الولايات المتحدة بفتح وطالب بفتح تحقيق مستقل في مقتل عائشة نور وهي ناشطة السلام، وقال إن رسالتها كانت إنسانية، وانتقد الموقف الأمريكي حيال ربما أو ازدواجية المعايير وطريقة التعاطي مع قضية عائشة نور عندما قتلت على يد الجيش الإسرائيلي. هناك تشييع على المستوى الشعبي، فرض طوق أمني في محيط المنزل وتنظيم ربما لهذه الحشود الشعبية التي ستتوافد إلى المسجد ومنه إلى المقبرة، وهناك توقعات بحضور بعض المسؤولين المحليين ربما على مستوى الوزراء. لا يوجد هناك تأكيدات، لكن الثابت أن هناك كذلك وسائل إعلام على المستوى العالمي كذلك تتابع وترصد ما حدث، لأن قضية عائشة نور أصبحت قضية وطنية يقول أو تقول العائلة ويقول أهالي البلدة، وكذلك أصبحت تمثل ودليل على عنجهية إسرائيل في قتل ناشطي السلام. هي ليست الحادثة الأولى ولكنها الأحدث في ظل حرب إبادة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وكذلك عندما تقتل إسرائيل يعني ناشطة مثل عائشة نور تحمل الجنسية الأمريكية وكذلك الجنسية التركية، فهذا يثير التساؤلات حول المقتلة الكبيرة التي تحدث منذ نحو عام في غزة وكذلك الآن في الضفة الغربية. كل هذه التساؤلات تطرح اليوم، ويقولون بأن قضية مقتل عائشة أبرزت الموضوع إلى الواجهة من جديد، واستهداف إسرائيل لناشطي السلام في محاولة لقتل ربما الروح التي يحملونها بإيصال مثل هذه الرسائل التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وإسرائيل تريد من خلال هذا الاستهداف ربما كبح قدوم أي ناشطي سلام يتضامنون مع الفلسطينيين، وبالتالي المطالبات كبيرة الآن على المستوى الرسمي في تركيا وعلى المستوى الشعبي بضرورة محاسبة إسرائيل، وتركيا تعهدت أمام المحاكم الدولية وأنها ستصدر مذكرات إيقاف وتوقيف بحق من ارتكبوا هذه الجريمة في تحقيق تقوده ربما وزارة العدل، وهناك دعوات حتى صدرت الآن من بعض الساسة الأمريكيين أو من بعض الأصوات داخل الولايات المتحدة بضرورة فتح تحقيق مستقل. طبعا هذه الأصوات هي تخالف إدارة بايدن التي التزمت ربما عبارات ضبابية ولم ترد إلقاء اللوم على إسرائيل في الرواية الأولى بعد أن قالت وأشارت بأن هناك تواصل مع إسرائيل للوقوف على التداعيات. ربما نشاهد هذه الأجواء ونرصدها عن كثب في انتظار أن تبدأ بالفعل المراسم الرسمية بشكل رسمي في مسجد البلدة الكبير ظهر اليوم، أي بعد نحو 3 ساعات من الآن بعد صلاة الظهر، وسنكون معكم في بث حي نشاهد ربما هذا التشييع وهذه المراسم التي بدأت ربما في الضفة الغربية، بدأت في نابلس عندما شيعت بشكل رمزي وعندما تأخر قدومها نظرا لإجراءات وربما يعني خطوات حتى ان تم انتهاء من
عملية التشريح. من الجدير أن أو ألفت النظر إلى أن الطب الشرعي في تركيا أجرى البارحة بعد وصول جثمان الناشطة كذلك عملية تشريح للجثة استمر 4 ساعات لاستخدام هذه الدلائل ربما والوقوف على ما جرى في التحقيقات التي تجريها تركيا وفي القضية التي فتحها النائب العام للتعاطي مع هذه المسألة وكذلك توجيه التهم على المستوى الدولي للقادة الإسرائيليين.